بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 103 من دروس الأدب أو كتاب الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شابه الرحمة والرضوان. قال: باب دعاء الرجل على من ظلمه. وبه إليه قال الإمام البخاري: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن الليث عن محارب بن ثسار عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه سأري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأعضائه أن تبقى له إلى آخر عمره. يعني لما بيقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، يعني اجعل هذه الأعضاء ترثني في آخر حياتي، يعني تبقى، يعني ترث قوتي التي هي في شبابي. يعني المقصود من هذا الكلام أن تبقى هذه الأعضاء سالمة صحيحة لا عيب فيها إلى آخر عمره. صور إنسان بآخر عمره بيعمى، ابن عباس هيك صار معه، ابن عباس فقد بصره في آخر عمره الله يرضى عنه، أو العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. صور إنسان بتكرسح بيقعد بالفرشة. فلذلك هذه الأعضاء هي نعمة من نعم الله عز وجل، فنسأل الله أن يحفظها لنا وأن يحفظها لنا إلى آخر عمرنا. الله لا يجعلنا نحتاج أحد. كانت ستي الله يرحمها تقول: سنة رسول الله 3 أيام، لا تكره أرض، لا تتقل أرض ولا تكره عبد. يعني إنه ما حدا يتقل منا. يعني الإنسان لما بيحافظ له الله على أعضائه ما بيقعد بيحتاج أحد، لا بده حدا يفوته على الحمام، ولا بده حدا يطهره مثل الولد الصغير، ولا بده حدا أبدا. فالله يجعلنا كذلك. حنعيد الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي. نقول ورا النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه سأري. اللي ظلمني تفرجيني سأري وأنا على قيد الحياة. شيخ حسن حبنكي الله يرحمه بيقول: ما في رجل أخطأ معي، يعني ظلمني، معنى مو أخطأ خطأ عادي، لا، لأنه الشيخ حسن دخل على كركون، صار اسمه كركون الشيخ حسن، وحكموا عليه بالإعدام، ومفتي الجمهورية بذاك الوقت وقع على إعدامي. فبيقول: ما في رجل ظلمني إلا أراني الله عز وجل نهايته وأنا في حياتي أبدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.